بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين. حياكم الله طلابنا الأعزاء في درسنا اليوم. إن شاء الله سنأخذ درس الأعذار المبيحة للإفطار والأعذار الموجبة له. إذن من خلال عنوان الدرس نحن نتكلم عن ما يخص ركن من أركان الإسلام، ألا وهو الصيام. تمام؟ طيب، مبطلات الصيام. يلا، مين يذكرنا بمبطلات الصيام؟ من مبطلات الصيام يا شباب، واحد، التقيؤ عمدا، التقيؤ عمدا. أيضا شرب الماء، الشرب سواء الماء أو غيره، الشرب أو الأكل متعمدا. طيب، هذه من مبطلات الصيام. أيضا هناك مبطلات أخرى للصيام وأعذار مبيحة له، سنتعلمها في خلال هذا الدرس. الصيام ركن من أركان الإسلام كتبه الله على عباده لعلهم يتقونه، لأنه قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن الغاية من الصيام هو تربية النفس على تقوى الله عز وجل. ولكن قد يتعرض المسلم في شهر رمضان المبارك لظروف يصعب بسببها الصيام، فعندئذ أباح الله له الإفطار تيسيرا عليه وتخفيفا عنه. إذن لماذا أباح الله عز وجل لمن يتعرض، للمسلم الذي يتعرض لظروف صعبة يصعب الصيام بسببها، لماذا أباح الله له الإفطار؟ لتيسيرا عليه وتخفيفا عنه. قال الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. طيب، عندنا معلومة إثرائية: أحرص على صيام شهر رمضان المبارك وأستشعر عظمة الإسلام في التخفيف والتيسير على الناس. بعض الناس بيقولوا إن احنا منصوم ساعات طويلة، وهذا الأمر لا ينبغي للإنسان المسلم أن يشغله، لأن الصيام الطويل أو الصيام بشكل عام أثبتت دراسات طبية أن الصيام الإسلامي هو أفضل صيام وهو أفضل للإنسان المسلم. إذن ما هي الأعذار التي تبيح للإنسان الإفطار، وما هي الأعذار التي توجب الإفطار؟ يعني الصيام واجب، لكن الإفطار في حالات يكون واجب. شوف جمال الإسلام، أن الصيام هو واجب على المسلمين، لكنه يكون العكس اللي هو الإفطار يكون أيضا واجب على المسلمين في حالات معينة، سنتعلمها في هذا الدرس. الأعذار المبيحة للإفطار. الأعذار المبيحة للإفطار هي ما يحق للصائم أن يفطر بسببها، وإذا صام المسلم مع وجود المشقة اليسيرة فلا بأس في ذلك على ألا يعرض نفسه للهلاك. يعني في عنا عذر مبيح وعنا عذر موجب. عذر مبيح للإفطار وعذر موجب. شو يعني عذر مبيح للإفطار؟ يعني والله أنا مريض تعبان، أو تعبان تعب جسدي، أستطيع أن أكمل الصيام لكن من غير أن أنظر، هذا لا بأس به إن أكملت الصيام. طيب، ما هي الأعذار المبيحة للإفطار؟ المرض، السفر، الحمل والإرضاع، الشيخوخة. هذه أربع أعذار مبيحة للإفطار. يعني والله أنا مريض مرض بسيط وأستطيع أن أكمل الصيام، فلي يعني أجر، يعني لي أجران، أجر الصيام وأجر يعني المشقة اليسيرة، يعني لي أجر أعظم من الأجر كأني صائم يوم عادي. السفر، إن استطعت أيضا أن أصوم في السفر إن كان غير طويل أو غير متعب يجوز. الحمل والإرضاع كذلك الأمر، مرأة وأم مرضعة، وأيضا لو كانت حامل أيضا من غير أن تكون مرضعة وشق عليها الصيام نوعا ما أو بالشيء اليسير، وأبيح لها إكمال الصيام وأبيح لها الإفطار. يعني المرض والسفر والحمل والإرضاع والشيخوخة اللي هو الكبر في السن، أي واحدة من هذول إذا ما قدرت يبيح الإسلام إلى الإفطار. يعني أنا ما قدرت أني أصوم، لكن ما قدرت أني أصوم يجوز لي أن أفطر. أما إذا أني استطعت أن أصوم بشكل بسيط، إن استطعت أن أصوم بشكل بسيط، فحينئذ
يجوز لي أن أكمل الصيام، لكن لا يعني أكون على يقين وعلى تأكد أني لن أصاب بضرر أكبر. يعني واحدة مثلا حامل، بتعرف حالها إذا كملت صيامها أنه ممكن يعني تتعرض لأذى أو الجنين يتعرض لأذى، هنا لا يجوز لها أن تكمل الصيام. ومن الأدلة على الأعذار المبيحة للإفطار قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع الصوم. إذن إيش معنى الحديث؟ إن الله يعني أباح للمسافر أن يفطر، وأباح له أن يقصر الصلاة، شطر الصلاة له قصر الصلاة، وأيضا أباح الله عز وجل للإمرأة الحامل الحبلى والإمرأة المرضع أباح لها أيضا الإفطار في الصيام. طيب الأعذار الموجبة للإفطار الآن، هنا في أعذار موجبة للإفطار، هي ما يحرم بسببها الصيام، وهي أمرين: الحيض والنفاس. سنتعلم ما هو الحيض وما هو النفاس. تمام. الحائض والنفساء، بقول لك: أنجبت زينب طفلا في أول يوم من أيام شهر رمضان المبارك فصامت، فهل يصح صيامها؟ لا، لا يصح صيامها. لماذا؟ لأنها أصبحت الآن في حالة النفاس. راح نوضح شو يعني الحيض شو هو النفاس. الحيض هو دم ينزل من المرأة في كل شهر تقريبا، تمام، هو دم ينزل من المرأة في كل شهر تقريبا، وعندما ينزل من المرأة هذا الدم يعني يستمر لمدة، بعض النساء من 3 إلى 4 أيام، في بعضهم تستمر إلى 15 يوما. تمام. في هذه المدة التي يستمر فيها نزول الدم على المرأة الحائض، تمام، يمنع لها الصيام، يحرم عليها الصيام، مش بس يمنع، يحرم عليها الصيام، لا يجوز لها أن تصوم. تمام. إذن الحائض هي المرأة أو هو نزول الحيض، هو نزول الدم من المرأة في كل شهر، تمام، وفي هذه المدة التي يستمر فيها نزول الدم يحرم على المرأة الصيام بسبب نزول الدم. طيب ما هو النفاس أو النفساء؟ تمام، ما هي حالة النفاس؟ هي بعد، هي أيضا نزول الدم، تمام، الفاسد، بعد نزول الدم الفاسد بعد ولادة الطفل أو الجنين، تمام، بعد الولادة. إذن هي نزول الدم الفاسد بعد الولادة، وهذه حالة النفاس تستمر يعني في أغلب حالاتها تستمر إلى 40 يوما. فلو صادف امرأة زي ما عندنا في المثال زينب أنجبت طفل في أول يوم من أيام شهر رمضان المبارك، لا يجوز لها أن تصوم، بل يحرم عليها الصيام، لأنها الآن أصبحت في حالة نفاس، وحالة النفاس الله عز وجل منع المرأة وفي حالة الحيض أن تصوم. طيب ما الحكمة إنه المرأة تمتنع من الصيام في حالة الحيض والنفاس؟ وذلك تخفيفا على المرأة، لأن حالة الحيض والنفاس هي من الحالات يعني الشديدة والصعبة على المرأة، لأنها تخرج الدم، يخرج منها الدم الفاسد من جسمها، ويكون بصعوبة تامة ومرهق للمرأة. فإرهاق وتعب من الحيض أو النفاس مع وجود الصيام فسيتعب هذه المرأة، فالله عز وجل خفف عن المرأة وخفف عليها هذا الصيام ومنعها، بل حرم عليها الصيام. تخيل ما أجمل وأرحم ديننا الإسلام، حرم على المرأة الصيام في هذه الأوقات. طيب بعد هذه الأوقات شو بتسوي؟ يعني والله خلص رمضان وخلصت حالة النفاس، بتقضي خلاص. يعني إذا صادفتها حالة الحيض أو النفاس في رمضان بدها تقضي بعد رمضان، لا يجوز لها أن تصوم، لا يجوز لها أن تصوم. طيب معلومة ثرية: من أفطر بعذر في شهر رمضان
رمضان المبارك، فعليه قضاء الأيام التي أفطرها، ومن لم يستطع القضاء فعليه الفدية. الفدية أن يدفع يعني أن يتصدق. تمام؟ طيب الآن في أمر مهم كمان من الأعذار الموجبة للإفطار، ما ذكرناها هي متعلقة فيما قبلها. من الأعذار الموجبة للإفطار يا شباب أن يكون الإنسان مريض ومرضه شديد ولا يستطيع، وقال له الطبيب بإشارة أو استشارة طبية قال له لا تستطيع أن تكمل صيامك، لا يجوز لك أن تكمل صيامك. إذا أكمل صيامه هنا يحرم عليه الصيام، يحرم عليه الصيام. ليه؟ لأنه الطبيب قال له لا تستطيع أن تكمل الصيام، وإذا أكملت الصيام راح يكون في خطر على صحتك. فإذا كان لم يعمل بما أمره الطبيب فيحرم عليه الصيام. واضح يا شباب؟ يعني إحنا ما بيصير إنه نعرض أنفسنا للخطر أو للتهلكة، لأن الله عز وجل قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وبهكذا إن شاء الله نكون قد يعني أتممنا مادة الأعذار المبيحة للإفطار والأعذار الموجبة له. يعطيكم العافية.